السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا في أمسية جديدة من مساءات برنامجكم من عمان ومساحة مسائية كالعادة، مجموعة من المحطات ومجموعة من الفقرات تعكس لكم ثراء وتنوع هذا الحراك الوطني في عمان من أقصاها إلى أقصاها من خلال محطات حوارية، تقارير منوعة وربط مباشر. إن شاء الله في حلقة الليلة هناك أيضا العديد من المتابعات. نبدأ هذه الحلقة بإنجازات الشباب العماني في مجال التصوير الضوئي، حيث تحتفي الجمعية العمانية بالتصوير الضوئي بالشباب الفائزين بكأسي العالم في بينال الشباب لعام 2018. الزميل محمد المهري سيكون عين البرنامج هناك في الدقائق القادمة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. في حديث آخر وشبابي أيضا مشاهدينا، وقفة مع البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، الحديث عن مسار الشباب الذي تم تدشينه، تم بدأ نقول مشاركة 1000 شاب وشابة في هذا البرنامج الذي يأتي بمباركة سامية، مسارات مختلفة إن شاء الله ومراحل مختلفة للشباب العماني سيخرجون بنتائج حقيقية من شأنها أن تثري قطاعات مختلفة في السلطنة. تفاصيل في هذه المحطة. أما مسك الختام مشاهدينا، مبادرة أمسيات تحتضنها غرفة تجارة وصناعة عمان، بدأت ندواتها التخصصية. أولى هذه الندوات تحت عنوان ضريبة القيمة المضافة، الدوافع والأهداف والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد والتنمية، حديث اقتصادي أيضا في ختام حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. إذن محطات متنوعة مشاهدين الحلقة الليلة، نتمنى لكم إن شاء الله أمتع وأجمل الأوقات بصحبتنا. البداية إن شاء الله مع السياحة الشتوية وتحديدا الكثبان الرملية، نشاهد هذه الجماليات. على رمال الصحاري الناعمة وأجوائها الشتوية الساحرة تهب نسمات الهواء العليلة التي تفضي بأسرارها إلى السائح والمرتاد لهذه الواحات للاستمتاع بتذوق الحياة البدوية في أجواء حميمة بعيداً عن حياة المدن وضجيجها. وتمثل سياحة الصحراء الشتوية بطبيعتها الخلابة منتجاً سياحياً له خصوصيته في جذب الزوار لاستكشاف روعة الكثبان الرملية والتراث الأصيل المرتبط بالبيئة الصحراوية الهادئة في تجربة لمعرفة جمال الصحراء عن قرب. وتعد ولاية بدية بوابة عبور رئيسية لمعظم الرحلات السياحية الصحراوية باحتضانها رمال الشرقية التي تعد واحدة من أهم المحطات التي يقبل عليها السياح، كونها تحتضن عدة مرافق سياحية أهمها المخيمات المجهزة لاستقبال الزوار في طبيعة خلابة تتميز بالبساطة والهدوء وإبراز الوجه التقليدي للإنسان العماني الذي استطاع تطويع البيئة الصحراوية القاسية إلى حياة هانئة مفعمة بالحيوية والنشاط والاعتزاز بالموروث القديم. هذه المخيمات تقوم بتنظيم برامج سياحية لزائريها تتنوع بين الزيارات الميدانية لأماكن أثرية وبرامج سياحية وترفيهية كعبور الرمال على ظهور الجمال، إضافة إلى إقامة مسابقات رياضية وترفيهية للسياح مثل رياضة التزحلق على الرمال وركوب الدراجات الرملية وقيادة سيارات الدفع الرباعي في البيئة الرملية. ويعود نجاح السياحة الشتوية في السلطنة إلى ما يتمتع به العمانيون من سمعة طيبة رافقها أمن واستقرار البلاد، فتسهيل إجراءات الزيارة وحفاوة وترحاب العمانيين كلها عوامل
أسهمت في زيادة أعداد الزوار والسياح في أرجاء السلطنة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. إذن دشن ديوان البلاط السلطاني مسار الشباب في النسخة الأولى من برنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب، هذا البرنامج الذي يركز على قيم ومعارف الثورة الصناعية الرابعة من خلال مجموعة من المراحل، بدءا بمشاركة 1000 شاب وشابة في مراحل مختلفة. إن شاء الله تفاصيل برفقة المشاركين في هذا البرنامج. نرحب باسمكم مشاهدينا بشذا بنت ناصر الصبحية، مشاركة في البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب مسار الشباب. أهلا بك شذا، حياك الله في برنامج من عمان. أهلا. نرحب أيضا مشاهدينا بعماد بن مرتضى اللواتي، مشارك في البرنامج الوطني لتنمية مهارات الشباب ومسار الشباب أيضا. أهلا بك عماد. أهلا. البرنامج يأتي بمباركة سامية وبدعم من ديوان البلاط السلطاني. شذا، أهمية هذا البرنامج بالنسبة لكم كشباب؟ كمبادرة من ديوان البلاط السلطاني، أتوقع أنها يعني جاءت في وقتها يعني المميز، بحيث أن الحين العالم مثل ما تعرفوا في يعني في تطور متسارع، وخاصة الحين الثورة الصناعية الرابعة أغلب دول العالم بدأت بها بداية نوعا ما متقدمة. فكمبادرة من ديوان البلاط السلطاني أن يدشن هذه المبادرة لتنمية مهارات الشباب، أظن أنها يعني مبادرة جدا سامية، وأكيد لها فرصة أنها سوف تسقل مهارات الشباب العماني في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، سواء كانوا يعني من مهتمين في هذا المجال أو ربما يكونوا بعضهم رواد أعمال، بإمكانهم أنهم يعني يكونوا شركاتهم الخاصة في مجالات الثورة الصناعية الرابعة. نعم، هم فئات مختلفة مستهدفة من هذا البرنامج عماد. صحيح. صحيح. كأنت مثلا طالب في الجامعة على مقاعد الدراسة. صحيح. الفئات الأخرى المستهدفة في هذا البرنامج حسب علمك؟ هي فئة الشباب وفئة الناشئة. وفئة الشباب هي من 19 إلى 29 سنة، فئة الناشئة من 16 إلى 18. جميل. مسار الشباب، نتحدث عن مسار الشباب تحديدا، يعني عماد تم تدشين هذا المسار من خلال جلسة عبر الفضاء الإلكتروني، إيش رأيك بهذا التدشين؟ رأيي بكل صراحة أن يعني التعلم الافتراضي أو التدشين الافتراضي هو الحين هذا الشيء الحديث اللي يجب على يعني معظم المؤسسات التعليمية تطبق هذا الشيء، لأنه يعني يعطيك المجال أنك تتعلم خارج كونك ملتزم أنك تحضر مؤسسة. صحيح. مثلاً كجامعة أو مثلاً كمعهد، افتح لك المجال أن عندك بيئة مناسبة هادية، عندك حاسبك الآلي، وممكن يعني تدرس في الدورة في دورة. صحيح. معينة أو تكون غير مقيد يعني بمكان بزمان معين بمادة معينة. أيضاً التعلم الذاتي يدخل ضمن التعليم الإلكتروني. شذا، بدأتم 1000 شاب وشابة من مختلف المحافظات، مختلف الفئات الشبابية من عمر 18 إلى 29 سنة. نتحدث عن التسجيل، يعني كشذا ما الذي دفعك للتسجيل في هذا البرنامج؟ بصراحة الثورة الصناعية الرابعة يعني من أشياء الشغف اللي أنا كنت يعني أهتم فيه وكثير مو يعني مطلع عليه، حتى حضرت كان في مؤتمر في كلية التقنية العليا عن الثورة الصناعية الرابعة، كانوا حاضرين أشخاص مهتمين في هذا المجال من الدولة من المملكة العربية المتحدة. لما يعني لاحظت يعني كيف الدول الأخرى سواء كانت يعني الأوروبية أو الأمريكا يعني دول أمريكا خلاص بدأت خلاص تخوض في مجال الثورة الصناعية الرابعة. جميل. حسيت أنه يعني خلاص يعني المجال أن احنا كعمان نبدأ في هذه أن نخوض في مجال الثورة الصناعية. نعم. الرابعة يعني الموضوع حفزك على المشاركة. حفزني جداً. الموضوع. أيوة. بالنسبة لك عماد، إيش حفزك على التسجيل في هذا البرنامج؟ أولاً مثل ما قالت الزميل كذا أن موضوع الثورة الصناعية الرابعة يعني شغل شاغل تشغل الشباب. صحيح. وما يسموه حاليا تسونامي التكنولوجيا. انه جاي بقوه يعني، ومعظم المجالات صارت تاخذ من الثوره الصناعيه الرابعه، وايضا بالذات علم البرمجيات
نعم. أنا من هواة علم البرمجيات، خاصة أنه في كل مجالات الحياة أو الشغل بتحصل شيء لخص بالبرمجة. نعم. فشفت أنه كان من أحد التخصصات علم البرمجيات فشجعني أني أشارك. جميل. توقعتوا نفسكم بأنكم راح تكونوا مشاركين شذا؟ بصراحة يعني في إحساس داخل يقول أن الاحتمال يعني أنك بتنقبلي. كيف كانت آلية التسجيل؟ في البداية كانت يعني أول كان تقييم حالنا أنه بيكون في امتحان. امتحان بيكون أونلاين. الامتحان هذا في أسئلة اللي هي يعني تبين كيف نحن مستوى تركيزنا في حل بعض الأشكال اللي تكون متكررة، وكيف نحن بإمكاننا أنه يعني نحل بصورة سريعة ودقيقة. بعد ما عدينا الامتحان الأول انتقلنا للامتحان الثاني. الامتحان الثاني كان فيه ثلاث أقسام. الأقسام الأول كان باللغة الإنجليزية، كيف يقيم مستوانا اللغات الإنجليزية. المستوى الثاني القسم الثاني كان اللي هو عن كيف أسئلة يعني أسئلة تبين لنا شخصيتنا، تحليل الشخصية نوعا ما. والسؤال الأخير هو السؤال عن نفس السؤال اللي كان في الامتحان الأول عن الأنماط الأشكال. جميل. يعني بعد انتهاء التدشين عماد، تدشين مسار الشباب، إيش المرحلة القادمة اللي راح تخوضونها إن شاء الله؟ المرحلة القادمة بعد انتهاء المرحلة الأولى، في مرحلة ثانية سيتم اختيار 100 شخص من 1000 مشترك في معايير معينة. وفي المرحلة القادمة تكون مرحلة تطبيقية أكثر من أنها مرحلة افتراضية. نعم. بحيث أنه يتم تطبيق المهارات اللي استفدتها، يتم تطبيقها وأنك تطلع بناتج عملي يعني ظاهر. جميل. يعني هذا المسار راح يركز على معارف مثل ما ذكرتوا قيم الثورة الصناعية الرابعة. كيف راح تتلقوا الدراسة شذا؟ يعني كيف راح تكون طبيعة الدراسة، حلقات العمل، الورشات المختلفة اللي راح تقدم، وكم مدة هذا المسار؟ أيوة. المسار مدته لمدة 6 أشهر. راح تكون في 3 أقسام. القسم الأول بيكون مدة 5 أيام، راح يعلمونا طبعا بيكون داخل السلطنة، راح يعلمونا مهارات كيف مهارات القيادة، مهارات اتخاذ القرارات، مهار حل المشكلات. بعد ذلك سوف ننتقل لمرحلة أخرى اللي هي سوف تكون 4 أسابيع في أحد دول سواء كانت سنغافورة أو سويسرا. سوف نتعلم أو نكتسب خبرات من يعني تقدم الدول في هذا المجال، راح نتعلم كيف هم طبقوا هذه المجالات. بعد ما نخلص المرحلة الثالثة عاد سوف نعود إلى السلطنة إن شاء الله إذا كنت من ضمنهم. سوف نطبق عاد اللي هي يعني كيف بإمكاننا إحنا أن يعني المهارات اللي اكتسبناها كيف ممكن إحنا نوظفها في سلطنة عمان، سواء كان في المجال الاقتصادي أو كيف أن نقدر نطورها ونكون شباب عمانيين قادرين أنهم يكونوا شركات في هذه المجالات. جميل. يعني مشاركين حتى الآن يعني 1000 مشارك، بعدها راح تكونوا 100 مشارك. الآن التواصل بينكم عماد مع زملائك مع المشرفين في البرنامج، كيف آلية هذه المشاركة؟ نعم، هناك في برنامج اسمه سلاك. هذا البرنامج هو الأساس الوصل ما بين الزملاء والمشرفين، وعبارة أنه في البرنامج في قنوات معينة، ففي قناة شاملة لبرنامج الشباب فيها 1000 مشارك، من ثم هناك قنوات مخصصة، مثلا عندنا قناة للتخصص الأول، وقناة للتخصص الثاني، وقناة للتخصص الثالث، هي علم البرمجيات والتسويق الرقمي وعلم البيانات. وفي كل تخصص معين يوجد الأعضاء المشاركين في التخصص. وغير عن برنامج سلاك، هناك حلقات وصل أسبوعيا، وفي كل حلقة وصل من 30 إلى 35 مشارك، إضافة إلى مشرف يكون من أوداسيتي، هو مشرف على التعليم، هو اللي يوجه حلقة العمل، هو يوجهها وش اللي بيصير هذه حلقة العمل، وحلقة العمل طولها 1.5 ساعة. نعم. يعني البعض يقول أنه من عيوب التعليم الإلكتروني بأنه يقلل العمل الجماعي شوي، ما يكون العمل الجماعي واضح تام كما لما يكون العمل الجماعي في صفوف دراسية. كيف هذا البرنامج حل هذه المشكلة؟ ربما عماد جاوب في حديثه عن هذا السؤال شذا. هي لما تكون عندنا حلقة يعني اللي هي حصة تكون أسبوعية، نحن بإمكاننا نشوف الطلاب اللي معانا بعضهم يعني نشوفهم يعني وجه لوجه عن طريق استخدام طبعا تطبيق زوم، وكل حد يعني يفتح كاميرته بمكان ان اصلا نتكلم معاهم بكل اريحيه. يدخلونا بعض مثلا الاقسام، بعض يعني الحصص ندخل لغرف، يقسمونا لغرف صغيره عن طريق طبعا البرنامج زوم، ونتكلم ونتناقش
ليش إذا عدنا بعض الأسئلة مع يعني ما مفهمينها في البرنامج. فيعني هي نوعا ما أحسها صح، يمكن الأغلب يمكن ما يتقبلها في البداية، بس هي شيء مجبرين عليه لأنه خلاص العالم اتجه هذا الاتجاه، فيجب علينا خلاص الجميع أنه يتجه أنه يتعلم ذاتي يعني، والتعلم التعليم الذاتي أحد المهارات سوق العمل محتاجينها. جميل. طيب عماد، بالنسبة للمشاركين كيف كان التفاعل خلال التدشين؟ صراحة في الفضاء الإلكتروني التفاعل كان يعني تفاعل جيد، ولحد الحين يعني مستمر، خاصة إن من ناحية إن إذا أحد بغى مساعدة يرسل في البرنامج في برنامج سلاك، وعلى طول يعني تلاقي الناس يعني اللي يرد عليه، واللي مثلا عنده استفسار يسأل يردوا عليه، إما إن زميله يرد عليه، إما إن المشرف يرد عليه. فالتفاعل يعني أنت ممكن تتوقع أن لأنه يعني افتراضي فممكن تفاعل يكون أقل، لكن بالعكس أحس أن الناس بعضهم شوف الأريحية إن بما أنه افتراضي ممكن يعبروا بأريحية أكثر، ممكن هم يتفاعل أكثر. إذا احنا قلنا مثل ما ذكرنا أن التركيز في هذا البرنامج على الثورة الصناعية الرابعة، لو بغينا نقرب المشاهد من هذا المصطلح شذا، إيش ممكن نقول عن الثورة الصناعية الرابعة؟ الثورة الصناعية الرابعة أحد مجالاتها اللي هي الذكاء الاصطناعي عندكم، اللي هو الانترنت اوف ثينجز، بإمكان احنا انترنت الأشياء بإمكان احنا مثلا بضغطة زر بالتليفون نشغل ليتات الغرفة، تسكر المكيف في الغرفة. في هذه التقنيات الحين اللي هي ايش يسموها، اللي هي يعني ان الاغلب الحين يعني الدول متجهه لهذا الاتجاه. نعم. اللي هي التشغيل الالي. اغلب الاشياء سوف تكون في المستقبل من الاعتماد على الايدي العامله، وايوه وتقليل الايدي العامله طبعا. هي نقله نوعيه سوف تواجهها دول العالم، بس هي نقله جاءت لتساعدنا، ما جاءت لتكون عائق. صحيح. اتوقع هي لتساعد نحن كبشر، تسهل علينا جميع الامور سواء كانت من التكلفه الماليه او الوقت. يعني الحين الانترنت مثلا انترنت الاشياء، بامكاني مثلا انا قبل ادخل الغرفه قبل ادخل البيت اوصل اشغل المكيف، فيعني اشياء كثيره سهلت استطيع ان اتحكم باشياء كثيره عن بعد من خلال الشبكات المتصله ببعضها البعض. طيب بالنسبه لكم عماد، يعني في هذا البرنامج اليوم ايش طموحك من هذا البرنامج؟ ان تخرج بمهارات يعني تتعلق بالثوره الصناعيه الرابعه، او طموح اخر؟ الطموح انا من اول طموحي يعني أنا مهندس ميكانيكي، وطموحي من البداية كان أني أحاول، طبعاً البرمجة موجودة في كل مجالات الهندسة صحيح، ولكن أنا بالتحديد أريد أدخل المهارات اللي اكتسبتها من الهندسة الميكانيكية مع علم البرمجة. نعم. يمكن الربط بينهم، بين هذين التخصصين؟ أكيد. هم يعني أصلاً التخصصين سهل الربط فيهم صحيح، والتخصصين محتاجين إلى بعض. بالأكثر أن علم البرمجية معظم المجالات تحتاج إلى علم البرمجة أكثر مما أن علم البرمجية محتاج إلى المجالات الأخرى. جميل. بالنسبة لك شذا، إيش المهارات المؤمل أن تخرجين بها من هذا البرنامج؟ أنا يعني أكيد يعني البرنامج ما بطلع منه إلا بمهارات يعني كثيرة. كطموحي أو كمهارات اللي بكتسبها أكيد، اللي هي مثلا التعليم الذاتي. التعليم الذاتي الحين متطلب في كل مكان، إذا نحن لم نتعلم الحين يعني نترك، يعني أحس فرصة أن نحن الحين نواكب التطور. كيف تجدين شبابنا والتعليم الذاتي؟ أنا أحس مثلا اليوم كان عندنا اجتماع، هو اجتماع شبابي دردشي لجميع الشباب اللي كانوا مسجلين بالبرنامج الوطني اللي في محافظة مسقط بالأخص. جميل. كان في واحة المعرفة مسقط، أنا حضرت الاجتماع لمدة بسيطة، بس شفت الشباب المتفاعلين جدا، الجميع كان يعطي استفسارات، يشارك بينهم وبين بعضهم، يعطوا مثلا بعض الانتقادات، بس كانت انتقادات جميلة وبناءة، يعني تقبلها المسؤولية عن برنامج المسؤولية عن البرنامج الوطني بكل أريحية، وضحوا لهم جميع الأسباب. فأحس يعني كشباب أحس المهارات بدأت نوعا ما، أكيد بيكتسبوها في شيء طبيعي. صحيح. حتى التعلم الذاتي يحتاج إلى مهارات معينة. أيوة. لابد أن تسقط في الشباب، بد أن المؤسسات التعليمية أيضا. أيوة. يعني المدارس، الجامعات أيضا، وصولا إلى المؤسسات المدنية والأهلية. طيب بالنسبة لك عماد، فيما يتعلق بمسار الشباب، يعني بعد انتهائكم إن شاء الله من مرحلة التعليم الإلكتروني اللي 1000 مشارك راح تكون، المرحلة اللي تليها إيش راح تكون؟ المرحلة التالية هي المرحلة الثانية اللي يتم فيها
بيكون في معايير معينة، اختبارات معينة. سيتم اختبار الألف شخص. جميل. ومن بعد اختبارهم يختاروا 100 من الألف. جميل. رح يتم تصفية المشاركين. نعم. إلى 100 شخص. طيب مخرجات للمرحلة الأولى شذا إيش رح تكون؟ إيش رح تعملوا يعني كمخرجات حقيقية في من مشاريع في هذه المرحلة؟ يعني اللي ممكن أقوله يعني إنه إذا مثلاً يعني لم يتم قبول، لا ما يعني إني أتوقف. صحيح. يعني هذه فرصة يعني منحت لنا، 11,000 كان مسجل، الجميع كان يتمنى هذه الفرصة، فلماذا يعني نتوقف؟ فأحس يعني فرصة لنا. أنا كشذا إذا لم يتم قبولي في المرحلة الثانية ما أتوقف. أنا الحين في برنامج داتا فاونديشن سوف أخذ المستويات الأخرى حتى أكون متأهلة، خلاص مؤهلة. صحيح. إني أفهم علم البيانات، وإن شاء الله يمكن يكون مصدر دخل لنا آخر. صحيح. أيوة. صحيح. دائما جوهر المشاركة في هذه يعني البرامج هو حجم الفائدة التي نخرج بها، سواء يعني تأهلنا إلى مراحل قادمة أم أننا خرجنا من هذه المرحلة. طيب عماد، بالنسبة للتواصل مع المشاهدين أو مع الجمهور، كيف من الممكن أن نعرف أخباركم، نعرف منهم 100 اللي راح يتأهلوا إن شاء الله خلال المراحل القادمة؟ نعم، هناك في مواقع التواصل الاجتماعي في حساب لبرنامج خصوصا لبرنامج الشباب. ممكن تحصلوا في إنستغرام وتويتر @youthofoman، وبتحصلوا فيه كل المعلومات عن الشباب، وأيضا بين فترة فترة في تفاعل حتى مع غير المشتركين، في أسئلة ويأخذوا آراء. فالجميل الحساب، يعني حتى اللي ما مشارك ممكن يتابع الحساب لأنه مفيد جدا. جميل. طيب أنا في ختام هذا الحديث رح أسألكم سؤال، يعني الأثنين ما ممكن للإجابة. شذا، إن شاء الله مثل هذه البرامج لشبابنا إيش أهميتها لكم؟ بصراحة أنا يعني هذا البرامج حسني إنه الحمد لله عمان بدأت تتخذ اتخاذ جدا رائع في إن نمشي في مسار الثورة الصناعية الرابعة. بالنسبة لي أنا كنت سعيدة لأنني جدا مهتمة في هذا المجال، إذا عمان سوف تمشي في هذا المجال، سوف نوافس ربما الدول الأخرى. فبالنسبة لي وبالنسبة أكيد للشباب العماني هي فرصة جدا رائعة، يعني جميل. مبادرة جدا طيبة. جميل. من بوريكتوم، بالنسبة لك عماد؟ نعم، فأنا في رأيي أن أفضل شيء في هذا البرنامج هو أنه يعطي ثقة للشباب، يبين أنه في هيئة كاملة تمت بسبب هذا البرنامج، وأيضا نعم. من الديوان ومن صاحب الجلالة حفظ الله. نعم. أن هذا الموضوع يعني جايب اهتمام، يعزز ثقتكم يعني بأنفسكم. صحيح. أن الشباب العماني اليوم قادر على أن يغير وأن يصنع فارق في كل القطاعات، فقط إذا أعطي فرصة وإذا أعطي مساحة. نحن نشكركم على وجودكم اليوم في برنامج من عمان، شكرا لكم، كل التوفيق لكم إن شاء الله في البرنامج الوطني، إن شاء الله نلتقي بكم في مراحل قادمة تكونون من ضمن 100 مشارك إن شاء الله. شكرا شذا بنت ناصر الصبحية، مشاركة في البرنامج الوطني تنمية مهارات الشباب مسار الشباب. شكرا شذا. شكرا لكم. الشكر موصول أيضا لعماد بن مرتضى اللواتي، مشارك في البرنامج الوطني تنمية مهارات الشباب مسار الشباب. شكرا عماد. شكرا لك. أما أنتم مشاهدينا نتواصل معكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. السلام عليكم، من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين التاسعة مساء. الهيئة العامة لحماية المستهلك تضبط مؤسسة تجارية تعمل على إعادة تصنيع قطع غيار مستعملة وبيعها على أنها جديدة. القيمة الإنسانية والحضارية لمدينة قلهات تستعرضها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بمسقط. سعر نفط عمان يتجاوز 82 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ 4 سنوات. وزارة التربية والتعليم تؤكد العمل على تطبيق يرصد تحركات الطلبة داخل الحافلات حرصا على سلامتهم.
شركة النقل الوطنية العمانية مواصلات تدشن الجمعة خط المعبيلة سوق السيب الموالح الجنوبية برج الصحوة. خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة بنيويورك، الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمات الدولية، ورئيس ترامب يؤكد التزام بلاده بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط. إيران وقوى عالمية تتفق على مواصلة العمل للحفاظ على الاتفاق النووي. بكين تحث واشنطن على إلغاء بيع معدات عسكرية لتايوان وتحذر من الأضرار التي تمثلها الصفقة على العلاقات بين البلدين. العناوين انتهت، إلى اللقاء. مساءاتكم عامرة بالإنجاز والعمل الجاد مشاهدين، نتواصل معكم في حلقة الليلة ومحطات عديدة. إن شاء الله في هذه المحطة نحتفي بالشباب الفائزين بكأسي بينالي العالم أو بكأسي العالم في بينالي الشباب لعام 2018 هناك في الجمعية العمانية للتصوير الضوئي. تفاصيل أكثر إن شاء الله ينضم معي الزميل محمد المهري. مساء الخير يا محمد وإليك الكلمة. مساء الخير بيان، ومساء الخير أيضا المشاهدين الكرام المتابعين أكيد لهذا المساء من برنامج من عمان اليوم. مثل ما ذكرت بيان أكيد هو تتويج، أكيد هي لحظة بأمانة مشرفة أيضا لشبابنا المشاركين في هذه المسابقة اليوم. السلطنة من خلال الجمعية العمانية للتصوير الضوئي التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم التابعة أكيد لديوان البلاط السلطاني يحصدون أيضا كأسي العالم في هذه المسابقة بنالي فياب للشباب عام 2018، والسلطنة أيضا شاركت في عام 2012 وكان هناك تتويج و2014 و2016. اليوم يأتي هذا التكريم هنا من خلال الجمعية العمانية للتصوير الضوئي هنا في مركز سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم من خلال تكريم كان قبل قليل انتهى قبل قليل تحت العلم على الدكتور عبدالله بن ناصر الحراس الموقر رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. مزيد من التفاصيل أكيد عن هذه الإنجازات التي حققت أكيد من خلال شبابنا شاباتنا بناءنا وبناتنا أيضا المتواجدين سواء كان على مستوى طلاب مدارس وزارة التربية والتعليم ومن خلال الكليات والجامعات المختلفة وأيضا الجهات الأخرى المشاركة. معي للحديث عن هذا الموضوع الأستاذة ثريا بنت حمد بن سليمان المعولية وهي إدارية إعلام بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي. نقول لك مساء الخير ومبروك. مساءكم طيب وحياكم الله جميعا، وهذا إنجاز يعني باسم السلطنة، فنبارك للمصورين العمانيين وللشباب اللي كانوا مشاركين ونبارك لجميع الشعب العماني لهذا الإنجاز. اليوم أستاذة تشاركون للمرة الرابعة، نتحدث عن 2012 2014 و2016 واليوم أيضا شباب يحققون هذه الإنجازات. ماذا يعني أيضا للجمعية العمانية للتصوير الضوئي هذا الإنجاز والظفر بكأسي العالم في هذه المسابقة التي أقيمت في بلغاريا وهي مسابقة عالمية على مستوى العالم ونشارك تحت 16 سنة وتحت أيضا 21، إذن طاقات فنية قادمة أكيد للمجال الفني. بداية بالنسبة لمشاركة السلطنة في بينالي الفياب، هذا بينالي يقام كل سنتين يرعاه الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي الفياب. مشاركة السلطنة ليست فقط يعني من المواسم الأربعة السابقة وإنما حتى المواسم اللي سبقتها، ولكن استطاعت السلطنة من أول مرة تحصل على كأس العالم في 2012 إنها تثبت مستواها العالي في احترافية شباب السلطنة ومنافستهم على مستوى دول العالم. بالنسبة لنا هذا يعني لنا الكثير لأن هناك جهود كثيرة يعني تضخ في هذا المجال لتنمية مهارات الشباب، تطوير هواياتهم مواهبهم خاصة في مجال الفوتوغرافيا. فالحمد لله هذه الفترة قد تكون هي فترة
المستوى العالي اللي يشهده شباب السلطنة. أيوة نعم صحيح، فهناك مثل ما خبرتك جهود كثيرة ليست فقط على مستوى الجمعية، وإنما جهودنا امتدت للمناطق المختلفة لتعزيز هذه الموهبة لدى الشباب من مختلف مناطق السلطنة. أكيد. إذن هناك جهود ربما يعني تآلفت، وجهود أيضا ربما تعاظم دورها أيضا من خلال هذا التنسيق. اليوم نتحدث عن دور كبير، هناك كواليس أكيد عملت، هناك صناع لحدث حقيقيين أكيد عملوا بجهد وإخلاص. هذه التنظيمات وهذه الترتيبات التي تمت أيضا بين الجمعية العمانية للتصوير الضوئي بين الكليات الجامعات ووزارة التربية والتعليم، كيف وجدتم هذا التنسيق؟ واليوم أيضا نشهد ونفرح أيضا بهذه الثمرة. هو دائما عندما توجد البيئة الخصبة بالتأكيد ستكون هناك ثمار يانعة وطيبة جدا، فالحمد لله كانت هناك خطط ليست فقط شهرية أو سنوية، نحن نتكلم عن سنوات من التخطيط لهذا اليوم اللي نشهد فيه هذه الإنجازات. مثلا على سبيل المثال استهدفنا فئة الشباب في البرامج اللي نعدها، الفعاليات، كذلك تعاوننا مع جهات مختلفة مثل وزارة التربية والتعليم، تم نشر دليل لجماعات التصوير في المدارس، كذلك تم إعادة هذا النشاط منذ سنة تقريبا للمدارس بعد أن تم إلغاؤه يعني سابقا، فكونه أنه هذا النشاط يعود مرة أخرى هذا يوجد هذه البيئة اللي نتحدث عنها اللي هي الحافز. نعم الحافز اللي يعطي هذه الثمار. كذلك بالنسبة لي المسابقات أو الفعاليات، هناك مسابقة خاصة للشباب أيضا هي تستهدف أنها توجد وتنتقي هؤلاء الشباب أصحاب هذه الموهبة، فهي خطط كبيرة، خطط كثيرة، فعاليات كثيرة، ورش، فعاليات، رحلات، ملتقيات، كلها تصب في مصلحة المصور العماني، ليس فقط الشاب أو المبتدئ إنما حتى المحترف يستطيع أنه يسلك السلم الفوتوغرافي خطوة بخطوة عن طريق هذه البرامج والفعاليات. اليوم أيضا هذا التكريم تكريم أيضا الجمعية العمانية للتصوير الضوئي. اليوم سثرية نتحدث عن دور مجتمع، أيضا دور التواصل أيضا مع مؤسسات المجتمع المدني، أبطالنا أيضا والمشاركين الذين سيكونون معنا على الهواء بعد قليل هم أيضا نتاجات هذا الاهتمام وهذا الاحتضان، احتضان للفعاليات من خلال معارض متخصصة. مدارس أيضا السلطنة وزارة التربية والتعليم قامت بأمانة بدور كبير من خلال وجود نواة لكل هذه الإبداعات. نتحدث عن المدرسة دائما هي النواة وهي الأرضية الصلبة والقوية لكل الإبداعات المختلفة، بالإضافة إلى الكليات. يعني عندنا بعض الطلاب شاركوا تحت 16 سنة وأيضا شاركوا تحت 21، بالإضافة إلى كأسي العالم أيضا في هذه المسابقة، هناك أيضا جوائز فردية. نعم الحمد لله في الفئة تحت 16 سنة كان في جائزتين فرديتين، في جائزة برونزية وجائزة فضية، كذلك تحت 21 سنة نفس الشيء جائزة فضية وبرونزية. أيوة نحن نتكلم بالنسبة للفئة 16 بكونها يعني هي الفئة اللي تحتضن الفئة الأصغر يعني من المصورين. مثلا اللي حصلت على الجائزة أو الميدالية الفضية هي ما زالت يعني في عمر الرابعة 4 سنوات يعني مقبلة على 5 سنوات، فالتقطت صورة تجريد من أروع ما يمكن أن يكون وهي صغيرة، فهذا بحد ذاته يعني أنها تحصل على الميدالية الفضية على مستوى العالم، هي تنافست مع مصورين من مختلف دول العالم يعني، فكيف يكون هذا تقييم دولي؟ بالضبط تقييم دولي، فهذا بحد ذاته يعني يعطيها بارقة لتفتخر بنفسها. وأيوة بالضبط أكيد. هو دافع لعطاءات أكبر. أكيد إن شاء الله، أكيد العطاءات مستمرة. شكرا للأستاذة ثريا بنت حامد بن سليم المعولية، إدارية إعلام بالجمعية العمانية للتصوير الضوئي، التابع أيضا لملك سلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاد السلطان. شكرا، نتمنى لكم دائما كل التوفيق، ونحضر دائما هكذا في هذه التغطيات اللي تتويج أيضا أبنائنا وبناتنا في كل المحافل المختلفة عندما نتحدث عن هذا التوثيق للحظة من خلال التصوير الضوئي. شكرا. نعم صحيح، شكرا جزيلا لك. أحسن مشاهدي الكرام، أيضا أبطالنا أيضا متواجدين مشاركين بتميز لهم لوحاتهم. أيضا اليوم الجمعية لم تكتفي بهذا التكريم، لكن هناك تكريم آخر وهو هذا المعرض الذي يضم هذه الإبداعات. معي الآن أحد المشاركين أيضا في هذا التميز أيضا، أحمد بن محمود الرحبي، وهو من كلية الشرق الأوسط. تفضل أحمد. أحمد نقول لك مساء الخير ومبروك. مساء النور، أهلا وسهلا، الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله. أحمد حدثنا عن مشاركتك.
مشاركتي كانت طبعا هذه المشاركة الثانية اللي في بناء الشباب. المشاركة الأولى كانت في 2014، الحمد لله رب العالمين حققنا نفس الجائزة كأسية العالم في فئة 21 سنة وفي فئة تحت 16 سنة. المسابقة الأولى كانت في عام 2014، كنت يعني تحت 16 سنة، وهذه السنة 2018 كنت تحت 21 سنة. إذا عشت معهم 16 سنة إلى 21. إيه نعم، عشت في الصغر وفزت في إذا نتمنى لك كل التوفيق أحمد، ونتمنى لك أيضا من خلال أيضا عدستك كل التوفيق، وأن تكون أيضا مساهم بشكل فعال من خلال هذا الثراء هنا في الطبيعة العمانية الساحرة. شكرا أحمد. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. معنا أيضا طالبة أيضا شاركت وحققت ميدالية برونزية معنا، حياة بنت يحيى البلوشية. حياة، نقول لك مساء الخير ومبروك، خليهم يشوفوك أنت فايزة اليوم. مساء الخير. مساء النور. اليوم شاركت في مسابقة بينال الفياب لأول مرة وصورت، وأنا فخورة بهذا الإنجاز، وهذا يدعمني للمشاركة في المسابقات القادمة. أي صف؟ صف التاسع. طيب متى بدأت علاقتك بالتصوير؟ من سنتين تقريبا أو سنة، شاركت في مسابقة وحصلت على المركز الثالث على مستوى السلطنة، والسنة الماضية شاركت أيضا في المسابقة، والحين شاركت في هذه المسابقة وحصلت على ميدالية البرونزية على مستوى العالم. إذا أتمنى لك كل التوفيق، وأنت دائما أن تستمر أيضا في هذه الحياة. أنت اسم على مسمى، أنت حياة أيضا في مجال التصوير الضوئي، لأنه أحيانا الالتقاطات هي صور تحكي أكيد عن حياة من خلال هذه الالتقاطات. نتمنى لك كل التوفيق، وصورتي جميلة أن صورتي أيضا وذكرتيني بهذا الباب الجميل. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. إذا حياة وأحمد وكثير أيضا من شبابنا وشاباتنا يشاركون دائما في هذه المحافل، يرفعون اسم العلم خفاقا دائما. أكيد كنا معكم من خلال هذا الربط الحي والمباشر من خلال احتفال الجمعية العمانية للتصوير الضوئي بهذا التتويج وهذه النسخة 39 التي أقيمت في بلغاريا 2018، وينظم الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي. حابين أيضا نمرر فقط معلومة بسيطة على أن الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي الفياب تم تأسيسه عام 1946، وهو يضم الآن أكثر من 85 عضو مشارك. نتمنى دائما كل التوفيق لشبابنا أينما كانوا في هذه المجالات، ودائما يكونوا في هذا الحرص في أن يمثلوا هذا البلد الآمن المستقر، هذا البلد الذي يتمتع شبابه أكيد بكثير من المقومات الإبداعية أينما كانوا، يرفعون دائما اسم عمان دائما على من خفاقا هذه الراية التي دائما تنبض بالحب والأمن والسلام. هكذا كنا معكم من خلال هذا الربط الحي المباشر. أكيد بيان لديه كثير من التفاصيل وحكاية جديدة من حكايات برنامج من عمان. إليك بيان. شكرا لك محمد المهري على هذه التغطية لحفل تكريم الخاص بالشباب الفائزين في كأسي العالم بنالي فياب لعام 2018. تحية شكر وتقدير لكل شاب وشابة يحاول ويسعى بجهد واجتهاد أن يرفع علم السلطنة عاليا في كل المحافل الدولية والإقليمية. تفاصيل مختلفة إن شاء الله في حلقة الليلة استكملها إن شاء الله بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. لأن وقتك محط تقديرنا واهتمامنا، نسعى دائما لجعل حياتك أسهل عبر تقديم خدماتنا الإلكترونية لحساب تكلفة استهلاك المياه، قراءة العداد الذاتية، فاتورة المياه الإلكترونية، بالتسجيل في بوابة ديام الإلكترونية. ديام، نفخر بخدمتكم أينما كنتم. عزيزي صاحب منشأة الحلاقة، حرصك على توجيه العمال لارتداء ملابس المهنة أثناء العمل ومتابعة نظافة الأدوات المستخدمة في الحلاقة بشكل دوري تجنب انتقال الأمراض المعدية والتهابات الكبد الفيروسية سي، كما أن حرصهم الدائم لمتابعة مستحضرات التجميل والكريمات المستخدمة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة كتاريخ الصلاحية وبلد المنشأ والمكونات، تساهم في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. مع تحيات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، جودة وتميز نحو خدمات بلدية ومائية
وشراكة مجتمعية رائدة. أهلا بكم في برنامج ابتكارات من متحف هنري فورد. عالم الابتكارات لا يتمحور حول التقنية فقط، قد يكون أيضا الفن المبتكر للعالم الذي يدور حولنا. والآن استعدوا للإثارة. تتصل الأجهزة الإلكترونية الموجودة داخل هذه الأساور لتساعدكم في مراقبة طفلكم سواء أكان في السيارة أو متنزه أو مسافرا. شكر وتقدير أيضا لكم مشاهدينا على متابعتكم الطيبة. نتواصل معكم إن شاء الله في المحطة الأخيرة في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، وعنوان هذه المحطة وموضوعها الرئيسي أمسيات الغرفة، مبادرة يتم احتضانها من قبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان. تم تدشين أول ندواتها التخصصية تحت عنوان ضريبة القيمة المضافة، الدوافع والأهداف والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد والتنمية. تفاصيل مختلفة إن شاء الله نقدمها لكم عن هذه الندوة التخصصية بعد أن نشاهد هذا التقرير عن ذات الموضوع. ابقوا معنا. ضريبة القيمة المضافة، الدوافع والأهداف والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد والتنمية، عنوان لهذه الأمسية بغرفة تجارة وصناعة عمان. أما الهدف منها فهو تسليط الضوء على التوجه الحكومي لفرض ضريبة القيمة المضافة. عندما يحدث عندك ركود اقتصادي لابد أنك تخفف العبء الضريبي وتخفف الأعباء على الاقتصاد وتعمل انجكشن للاقتصاد، تحفيز للاقتصاد. أحد المحفزات الرئيسية للاقتصاد هو تخفيض الضريبة في مثل هذه الحالة وليس رفع الضريبة. النقاشات تركزت على معرفة الأسباب التي أدت إلى التوجه الحكومي لتطبيق الضريبة، الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المرتجاة، وكذلك تأثيرها على القطاع الخاص المنتج والمصدر والمستورد وعلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. هذا الموضوع مرتبط أساساً على طبيعة الاقتصاد. لما يكون الاقتصاد الروابط الداخلية، روابط ما بين العمليات الاقتصادية، العمليات الإنتاجية متشابكة، يكون أثر الضريبة قليل، لأن العبء يتوزع على مجموعة كبيرة من العناصر. الندوة هذه تأتي ضمن سلسلة ندوات ستتوالى وسيكون محورها العمل الاقتصادي وما يواجهه من تحديات، مع مراعاة خصوصية التجربة التنموية العمانية وتركيبة القطاع الخاص العماني. وأخيرا، فإن الآراء المطروحة في هذه النقاشات خرجت برؤى يطمح من خلالها المختصون في أن تدرس بعمق وأن توضع خريطة مستقبلية لمدى التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية قبل تنفيذ الضريبة المضافة. لبرنامج من عمان، إبراهيم بن سالم الهادي من غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسقط. لأن وقتك محط تقديرنا واهتمامنا، نسعى دائما لجعل حياتك أسهل عبر تقديم خدماتنا الإلكترونية لحساب تكلفة استهلاك المياه، قراءة العداد الذاتية، فاتورة المياه الإلكترونية، بالتسجيل في بوابة ديام الإلكترونية. ديام، نفخر بخدمتكم أينما كنتم.
وتحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا في آخر محطة من حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، والحديث عن مبادرة أمسيات الغرفة. هذه مبادرة تحتضنها أو يحتضنها مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بدأت أولى ندواتها التخصصية تحت عنوان ضريبة القيمة المضافة، الدوافع والأهداف والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد والتنمية. إن شاء الله تفاصيل مختلفة برفقة ضيفي الكريم الأستاذ خلفان بن سيف الطوقي، كاتب وإعلامي. أهلا بك أستاذ خلفان، وحياك الله في برنامج من عمان. أهلا وسهلا ومرحبا، وشكرا جزيلا على الاستضافة. الله يخليك. يعني هذه المبادرة ننطلق منها، أهداف هذه المبادرة؟ هو في حسب علمي أنه في مجلس منتخب جديد في غرفة تجارة صناعة عمان. نعم. وكل مجلس أو مجلس إدارة يحاول أن يضيف عدد من المبادرات التي تهم شأن الاقتصاد العماني. جميل. وهم يعني فكروا في عدة مبادرات، طبعاً عدة مبادرات، أنا لست مطلع كثير على هذه المبادرات، لكن أنا اشتركت في العمل مع المجلس ومع الفريق التنفيذي في كتابة أول تصور للأمسية التي أقيمت عصر اليوم. نعم، التي تحت عنوان القيمة المضافة خاصة، وأنك كتب مقالات متعددة عن هذا الموضوع. أهمية أن تأتي هذه الأمسية تحت هذا العنوان ضريبة القيمة المضافة؟ طبعا هذه مهمة جدا، لأنها من وجهة نظري حسب ما كتبت في مقالاتي، حوالي 3 مقالات كتبت وتطرقت لهذا الموضوع، هي لا تهم التاجر أو المؤسسات الصغيرة المتوسطة، إنما تهم جميع شرائح المجتمع. صحيح. العماني كان أو المقيم أو حتى الزائر أو الأرضية التجارية والبيئة الجاذبة لإقامة أعمال تجارية في السلطنة. نعم. لذلك هي يعني أهميتها تأتي بسبب ملامستها لجميع الشرائح. نعم، تأثيرها على أطراف مختلفة يعني في المجتمع. طيب خلال اليوم، عصر اليوم، ماذا ناقشتم من محاور؟ طبعا أنا كنت أدير الجلسة، ومن ضمن متطلبات إدارة الجلسة إني أكون حيادي وأبتعد عن آرائي الشخصية التي عرضتها في مقالاتي. فالحمد لله فريق التنفيذي للغرفة ومجلس الإدارة اقترحوا عدد من الأسماء والأسماء الضليعة، من ضمنهم سعادة الدكتور صالح مسن عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس، وأيضا تم اختيار الأستاذ سليمان العادي مدير عام في الأمانة العامة للضرائب. نعم. في وزارة المالية، وأيضا الخبير الباحث الاقتصادي المتخصص الأستاذ أحمد لمخيني. فكان الحمد لله حوار جميل ورائع ومثري، ودليل يعني حسن اختيارنا لهذه الأسماء طبعا امتلأت القاعة. جميل. وكان حوار مثري، ويعني تبادلنا الحديث واستعرضنا المزايا وعيوب تطبيق ضريبة القيمة المضافة. نعم. طيب وجهة نظرك، كيف تقرأ التوجه الحكومي لتطبيق هذه الضريبة، ضريبة القيمة المضافة؟ نعم، هو بالمناسبة كانت دعوة وزارة المالية في اللحظات الأخيرة واستجابوا لهذه الدعوة، وتفاجأنا بالعدد المشارك حوالي يعني إن لم يكن يعني أكثر، فأقل رقم حضر اليوم تقريبا 20 شخص من وزارة المالية وأمانة الأمان العام للضرائب. هناك طبعا يعني لنثق ثقة تامة، وهذه رسالة أوجهها للجميع حسب ما ارتأينا اليوم واستشفينا، إنه وزارة المالية حريصة كل الحرص والحكومة إنها لن تقوم بأي يعني خطوة إلا إذا كانت
هناك دراسة متكاملة ودراسة تضمن استدامة الاقتصاد، وأبوابهم مفتوحة للاستماع للرأي والرأي الآخر والوصول إلى أفضل القرارات التي تخدم الاقتصاد العماني وتخدم أهله. نعم، يعني كما ذكرت أستاذ خلفان، ناقشت مع ضيوفك في هذه الجلسة المزايا والعيوب، ماذا يمكن أن نقول في هذا الموضوع وهذا الشأن؟ إيش المزايا وإيش العيوب؟ هو الموضوع نوعا ما حساس وسابق لأوانه، متشابك نوعا ما ومتشابك، يعني توصيات الموجودين خاصة الأطراف أو الحضور أو التجار الذين حضروا والمؤسسات الصغيرة ومن يمثلهم الذين حضروا، توصياتهم واضحة لوزارة المالية أو الأمانة العامة للضرائب، إنه نحتاج إلى مزيد من الوقت لتهيئة أنفسنا، نحتاج إلى دراسات اقتصادية ودراسات بحثية قبل تطبيق هذا القرار، وأيضا تهيئة المجتمع، لأنه يعني عدة قرارات أيضا لها تأثير الاجتماعي. نعم. وطبعا تم استعراض عدة محاور من ضمنها يعني تطرقوا المتحاورين تطرقوا وذكروا وزارة المالية أنكم أنتم لا تتحدثون عن ضريبة القيمة المضافة فقط. نعم. إنما تذكروا عامي 2016 و2017، هناك عدة خطوات قامت بها الحكومة ممثلة بوزارة المالية، هذه كلها تعتبر يعني صدمات للمجتمع وليس فقط للمؤسسات الصغيرة المتوسطة. نعم. أو رجال الأعمال أو صاحبات الأعمال. طيب كيف ممكن أن تؤثر يعني هذه القيمة المضافة بداية على القطاع الخاص المنتج والمستورد والمصدر؟ هناك آراء طبعا تم استعراضها وأنا أحاول أن أبينها ألخصها وأبينها للجمهور والمتابعين، أن هناك مزايا. المزايا أنه طبعا استدامة الاقتصاد، من ضمن أيضا المزايا طبعا يقل العجز المالي للدولة، أيضا تستطيع الدولة تكملة المشاريع مشاريعها التنموية، أيضا تستطيع الحكومة يعني الدفع بعجلة الاقتصاد، ولكن حسب يعني اعتراف جميع الموجودين أنهم مع التوجه الضرائب، لكن آثارها ستأتي على المدى البعيد إيجابا. لكن ما ممكن أن تؤثر على المستهلك النهائي؟ هي بكل تأكيد ستؤثر، وباتفاق الجميع حتى الحضور وأيضا من يمثل رجال الأعمال، ستؤثر على المدى القصير والمتوسط، ولكن هناك أيضا طالبوا الموجودين والمشاركين في الأمسية يعني القيام بعدد من المعالجات ككسر الاحتكار، كتهيئة القطاع الخاص والمجتمع بحيث أن تكون هناك مدة يعني لا تقل عن سنتين، هذه من ضمن التوصيات. أيضا طالبوا بشرح الشرح الفني لهذه الضريبة لكي يستوعبها المتابع والمواطن والمقيم، بحيث أن تتطرق، لأن هذه الضريبة أنت تتحدثي هي معقدة جدا وليست سهلة كما يتوقع، لأن كل قطاع له يعني شرح فني، مثل القطاع العقاري، القطاع البنكي، القطاع المالي، القطاع الغذائي وهكذا. لذلك من ضمن التوصيات التي توصلوا إليها أنه تكون هناك جلسات تتبناها غرفة تجارة صناعة عمان، وهناك أيضا من اللي فهمته أنه في هناك اتفاق مسبق مع وزارة المالية
بين وزارة المالية ووزارة وغرفة التجارة والصناعة بأن هناك تكثيف للجلسات الفنية لكي يستوعبها أصحاب نعم. الاختصاص نعم. من يعني كل القطاع. أنت حسب حديثك أنا أستشف أستاذ خلفان بأنه ذكرت أن الحضور الأطراف المختلفة طالبوا بأن يتم تهيئة الأوضاع تهيئة الجاهزية حتى نعم. يعني تطبيقها فعليا على الميدان. بالضبط. معنى ذلك أن الجاهزية يعني ليست متكاملة حتى الآن من قبل هذه الأطراف. بالضبط. وهذا يعني دور الجاهزية يعني تعتقد على عاتق من؟ هي على عاتق الحكومة طبعا الحكومة. نعم. والحكومة يعني كان هناك لها ممثل ويعني حضروا حتى بعض المكاتب الاستشارية حضروا واستمعوا إلى المتحاورين واستمعوا أيضا إلى الجمهور يعني كانت هناك مساحة تقرب 45 دقيقة أتيحت للاستماع إلى وجهات نظر يعني رجال الأعمال الشركات الكبيرة المؤسسات الصغيرة المتوسطة مع وضد طبعا هم تعرف أي ضريبة جديدة لازم هناك تكون هناك ممانعة وصد من الناس لكن مع الحوار ومع الأخذ والعطاء وهذا ما طالبته أيضا في مقالاتي أنه تكون هناك حلول توافقية تتناسب مع البيئة العمانية مع الوضع الاقتصادي بغض النظر أن هناك في اتفاق خليجي لتطبيقها طبعا هناك دولتين طبقت هذه الضريبة هي السعودية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والدول الثانية لم تطبقها ونحن أيضا طالبنا أو الحضور طالبوا بالاستقلالية في هذا القرار لأنه يمس جميع الشرائح ويمكن أن يؤثر على الأرضية التجارية أو البيئة الجاذبة محليا وخارجيا لكن ليس هناك رد واضح يعني متى سيتم التطبيق خلال هناك رد هم يعني حسب ما فهمته أنه شهر 9 من 2019 هم ينووا أن يقوموا بهذه الخطوة ولكن أيضا الدورة التشريعية يجب أن تأخذ وقتها وسيكون هناك تحاور ومناقشة جميل. ودراسات من كل الأطراف للوصول إلى الحلول التوافقية وأنا واثق أن وزارة المالية والحكومة لن تألو جهدا للاستماع لمختلف الأطراف نعم جميل طيب بعد الحوار والنقاش في ختام هذا الحديث ماذا خرجتم من توصيات مختلفة؟ نحن لأن اليوم كنا مركزين على الأمسية وأهمية الأمسية لذلك من ضمن التوصيات أنه نحتاج إلى مزيد من النقاش حول هذا الموضوع نحتاج أيضا لدراسة التجارب المماثلة في الدول الخليجية التي طبقت هذه الضريبة وفوائدها ومضارها أيضا الجلسات الحوارية الرسمية والغير رسمية صحيح نعم هذه من ضمن المتطلبات يعني. شكرا شكرا لكم على حضوركم اليوم أستاذ خلفان في برنامج من عمان شكرا الكاتب والإعلامي خلفان بن سيف الطوقي على وجودك يسعدني ذلك وإن شاء الله نتمنى يعني أن تكون كل القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن والبيئة التجارية وإن شاء الله نكون بيئة جاذبة للمستثمر الداخلي والخارجي إن شاء الله هذا دائما هو المؤمل من الحكومة الرشيدة إذا مشاهدينا بعد الفاصل مسك الختام تابعونا
الخليقة كانت عمان، فخر المكين وفخر المكان، ومنذ الخليقة كانت عمان، فخر المكين وفخر المكان، عمان وشمس الدنا توأمان تفيضان من نور في كل آن، عمان الهدى والرؤى للعيان، عمان الضياء بعين الزمان، عمان الضياء بعين الزمان. وبالوحي جاء النبي الأمين بهدي قويم ونور مبين، وبالوحي جاء النبي الأمين بهدي قويم ونور مبين، فبانا لنا الصدق حق اليقين، وللدين صرنا المعين المعين، فطوبى لنا معشر المؤمنين، وطوبى لنا عصبة آمنين. تمضي السنون وتجري العصور لتشرق شمس ويبزغ نور، وتمضي السنون وتجري العصور لتشرق شمس ويبزغ نور، وقام سكان جلال الحضور ليكتب سفر العلا في سطور، يشيد البناء ويبني الجسور ليملأ وجه عمان الحبور، يشيد البناء ويبني الجسور ليملأ وجه عمان الحبور. فأنعم بنهج الهمام المفدى، رأى الحق والعدل أساسا ومبدأ، فأنعم بنهج الهمام المفدى، رأى الحق والعدل أساسا ومبدأ، وقال اتخذنا مع النفس عهدا بأن على الغير لن نتعدى، وأن السلام رفعناه بندا، وأن الإخاء نظمناه عقدا، وأن السلام رفعناه بندا، وأن الإخاء نظمناه عقدا. هنيئا لك العيد عيدا بعيدا، وعصرا بهيجا وعيشا رغيدا، هنيئا لك العيد عيدا بعيدا، وعصرا بهيجا وعيشا رغيدا،
وعرشا مكينا ويمنا سعيدا هنيئا لك الحب صفا أكيدا عرشا مكينا ويمنا سعيدا ودام لك الخير دهرا مديدا ودام لك الخير دهرا مديدا عمان وشمس الدنا توأمان تفيضان بالنور في كل آن عمان الهدى والرؤى للعيان عمان الضياء بعين الزمان عمان الضياء بعين الزمان وصلنا بكم مشاهدينا إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم من عمان تحية شكر وتقدير لكل الجهود التي تبذل في كل المؤسسات الخاصة والحكومية وأيضا الجهود الفردية كل نحاول بطريقته وبأسلوبه وبعمله وبشغفه أن يتقدم بعمان إلى الأمام نحاول أن نعكس ونترجم لكم مشاهدينا هذه الجهود في برنامجكم من عمان خلال ساعة ونصف يومية من الأحد وحتى الخميس اللقاء إن شاء الله تتجدد غدا نلقاكم على خير إلى اللقاء